أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. فكل عناصر النجاح موجودة لخلق شيء عظيم وشيء جديد، وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي. نحن في السعودية اليوم عندها رؤية 2030، رؤية قوية وصادقة، ويقول احنا نحلم ونحقق، مش نحلم بس، احنا نحقق الحلم، واحنا كقطاع خاص مش وراهم لا وياهم. جميل أن نخلد الماضي لنري المستقبل كيف بدأنا. تأسست الشركة الأساسية عام 1961 لتعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية على يد مؤسسها الشيخ محمد العرفج، ومن ثم ابنه الشيخ قاسم. كانت بدايات متواضعة، وكانت الشركة وكيلة شركة ساني وماكسل وساعات ألبا اليابانية الناشئة في السوق السعودي آنذاك، فأثبتت كفاءتها في وقت وجيز لتبدأ انطلاقتها في بداية السبعين من القرن الماضي، فحققت نجاحات باهرة وتوسعا في العمل بوقت قياسي. أدار الشيخ محمد الشركة بكفاءة واقتدار، فانتقل بها من مجرد دكاكين إلى شركة عملاقة توسعت فروعها بعد الدمام والخبر والرياض وجدة لتغطي معظم مناطق المملكة. بهذه المناسبة أحب أغتنم الفرصة لتقديم الشكر والعرفان لوالد الجميع والمؤسس محمد أحمد العرفج، اللي أسس الشركة الأساسية من 62 سنة، من عام 1961 أسس الشركة، وكان كله ثقة أنه ينجح. أول ما سوى اختار الشريك، وكان الاختيار هي شركة سانيو للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وخلال 10 سنوات من 61 تقريبا أو 9 سنوات إلى 70 كان هذه فترة البناء وتعريف المستهلك النهائي بالمنتجات اليابانية. طبعا بدأ الوالد في فرعين، الفرع الأول كان شارع الملك خالد، وفي الرياض شارع الثميري مقابل قصر الحكم، وكان من أهم المواقع في الرياض. الشركة خلال هذه الفترة تربعت وصارت في القمة، وكان نصيبنا نصيب الأسد. بالنسبة للإلكترونيات كان عندنا الراديو الخشبي RB8500، صار من أعلى المبيعات في المملكة. عشان كذا دائما احنا نقول ونجزم ان منتجات الشركة الأساسية ذاك الوقت وإلى اليوم موجودة في كل بيت سعودي. هذه الفترة احنا نعتبرها الفترة الذهبية، زادت الفروع إلى 5، ملكنا مستودعات توازي 150 ألف متر مربع، فدخلنا الصين وكنا من أوائل الشركات اللي راحت للصين، وسوينا لنا علامة خاصة فينا احنا الأساسية بيسك إلكترونيك. دخلنا بالسيكوريتي بال99، وكنا المقاولين الرئيسيين وأكثرهم طبعا مصرف الراجحي. اشتغلنا بالكنترول، كان من أضخم الأعمال عندنا اللي هو مطار الملك خالد، سوينا الكنترول كامل للمطار. فلله الحمد تنوعت الأعمال وبدأت تصعد وتنمو الشركة وتعوض النقص والمبيعات، وصار مكانها جدا رائع. تعتبر الشركة الأساسية من الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الكهربائية، أجهزة التكييف، أجهزة المراقبة والأجهزة الطبية. تعتمد قوتها وتستمد قوتها من الكادر البشري، لأنه أهم عنصر تقوم عليه الشركة، ولذلك لدينا أكثر من 1500 موظف يعملون معنا كشركاء للنجاح معنا. ومن بعدها نعتمد على الشركات الأجنبية والوكالات المتميزة في العالم، فنحن نستقطب أفضل المنتجات العالمية. تفخر الشركة بأنها قدمت أكثر من 40 علامة تجارية. من
بفضل الله الشركة الأساسية منذ بداية تأسيسها عام 1961 حريصة كل الحرص على أن تكون رائدة بتقديم أفضل حلول لأنظمة التبريد والتكييف وخدمات ما بعد البيت. ومع شريك النجاح مصنع جري أحب أن أشيد على سرعة تطويرهم للمنتجات وتبنيهم للتقنيات الحديثة التي ساهمت لنا بتحقيق أرقام قياسية في مجال التكييف وتفردنا بمنتجات الطاقة المتجددة. والحمد لله الشركة أخذت المراكز الأولى كذا مرة لكل العلامات التجارية الكبيرة اللي مثلناها، ونعتبر حنا الشركة الأساسية أن خدمات ما بعد البيع أهم من البيع، وهو جزء أساسي استراتيجي للتسويق عندنا. هذا اللي حقق لنا هدفنا وهو ثقة العميل خلال كل هذه السنين ولله الحمد. نعتز نحن شركة إكسترا بالتعاون الطويل مع الشركة الأساسية منذ أكثر من 20 عاماً، كما عهدنا منهم منذ البداية المصداقية وحسن التعامل والتطوير في جميع منتجات جري والسعي لرضا العملاء، وهي الشراكة الحقيقية لإنجاح الأعمال وتحقيق الهدف المراد الوصول إليه. سلكشن تبع الموديلات كلها تكفرز النيدز اللي موجودة من انتري لميد لهاي اند، حتى نيو تكنولوجيز كلها تكفرد فروم ذير سايد. الحلو بالتعامل مع الأساسية بروسيس تبعهم كتير سلس، ما في أي تأخير، ما في أي تفصيلة بتأجل شيء من اللي احنا بنطلبه. رن التليفون بتتصل بتطلب المواضيع اللي انت بدك اياها، يوم اثنين بتكون الأمور كلها منتهية. خدمة ما بعد البيع بالنسبة للشركة الأساسية كتير رائع، ريسبونس تايم تبعهم كتير سريع، وأصلا هن عندهم دائما رير كيسز لأنه الكواليتي تبع البرودكت تبعهم it's beyond expectation. نحن شركة المتكامل المطور التجارية. الشركة الأساسية الإلكترونيات هي شركة عريقة ولها تاريخ ممتد بتوفيرها لأفضل الأجهزة والمنتجات المتنوعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتذكر هنا أكثر من 30 سنة من الشراكة والنجاحات. الشركة الأساسية استمرت لعقود تواكب احتياج السوق من منتجات ذات جودة عالية وخدمات ما بعد البيع تغطي مناطق المملكة. في عام 2003 بعد متابعة 3 سنوات الشركة كان اختيارنا لشركة جري. بدينا العمل بطلبات بسيطة تقريبا 4000 مكيف، واشترطوا علينا أو طلبوا مننا مشترطوا أن خلال 3 سنوات نوصل إلى 60,000 مكيف. أقل من سنتين إحنا تجاوزنا هذا الرقم بكثير، وصلنا إلى أكثر من 100,000 مكيف. الجميع يسألني دائما لماذا جري؟ ليش جري دائما تعطيها كل الاهتمام أو أكثر الاهتمام؟ إجابتي للجميع أن جري تستحق الدعم. شركة رائدة ومتطورة بسرعة وتواكب العصر. يوجد تحديات كثيرة لدينا، قابلتنا تحديات كثيرة في كثير من المشاريع، مشروع مكة، مشروع وكثير من المشاريع دائما تواجهنا تحديات كبيرة، لكن شركة الجري تتغلب عليها. من 2013-2023 احنا متربعين على المركز الأول كأكبر شريك لجري في العالم من 190 دولة. كانت النتائج 2003 4000، واليوم تجاوزنا 700,000. وتم بحمد الله تطور الشركة الأساسية مع شركة جري ودعم الأساسية لمنتجات جري في السوق السعودي، وأصبحت اليوم هي رقم واحد في المبيعات.
الجميع يعرف رؤية المملكة 2030 وأهم أهدافها رفع الكفاءة والطاقة والطاقة البديلة. ساهمت الشركة الأساسية وتبنت الشركة الأساسية هذا الموضوع ونفذته على كل فروعها، أكثر من 17 فرع. من أهم قيمنا في الشركة الأساسية هي خدمة المجتمع، واللي ربانا عليها الوالد حفظه الله. لذلك لدينا العديد من المساهمات العينية والمالية لدعم الجمعيات والهيئات ذات النفع العام من المحتاجين وذوي الهمم، وبرنامج تراحم لسداد ديون متعثرين والإسكان العام. من الخدمات الأخرى دعم ورعاية الأندية السعودية مثل نادي القادسية ونادي حفر الباطن ونادي الفيصلي ونادي ضمك ونادي التعاون. وإحنا مستمرين بإذن الله على خطى الوالد في خدمة مجتمعنا ووطننا الغالي. الشركة الأساسية اليوم وبقوتها هذه اللي إحنا نعتز فيها ونعتز بثقة عملائنا، اليوم تمتلك 18 فرع مملوك في كل أنحاء المملكة، تمتلك 300 ألف متر مربع من المستودعات، عندها الأونلاين سيلز قوي ولله الحمد وناجح، عندها علاقات مع أكثر من 4000 عميل يبيعون الأجهزة الخاصة بالشركة الأساسية، 4000 عميل كلهم علاقاتهم جدا قوية مع الشركة، وإحنا علاقتنا أصلا علاقة محبة وأخوة مع كل العملاء. لقد استطاعت الشركة النهوض في مبيعات جري لوجود هذا التعاون القوي بين الشركة الأساسية وشركة جري من ناحية التطوير والتدريب. أنا أركز هنا على التدريب. أنشأنا 3 أكاديميات لشركة جري، 3 أكاديميات هذه متوزعة على مدن المملكة، والآن نسعى لإنشاء الرابعة إن شاء الله في نيوم، فعندنا واحدة في الرياض، واحدة في الخبر، واحدة كذلك في جدة، والآن ننشئ واحدة إن شاء الله في نيوم قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه المراكز دربت أكثر من 1000 سعودي، وكذلك ابتعثنا أكثر من 100 مهندس وفني سعودي إلى الصين للتدرب على الأجهزة الموجودة لدينا والأجهزة الحديثة الموجودة لدينا. وأنا سعيد جدا اليوم أن احنا نكون من الشركات الرائدة في مكيفات الطاقة الشمسية، وهي ما يحتاجها البلد، وهي مستقبل البلد. الVRF على الطاقة الشمسية، والشلر على الطاقة الشمسية، والسبلت راح يكون إن شاء الله على الطاقة الشمسية قريبة. نحن في السعودية اليوم عندها رؤية 2030، رؤية قوية وصادقة، ويقول احنا نحلم ونحقق، مش نحلم بس، احنا نحقق الحلم، واحنا كقطاع خاص مش وراهم، لا وياهم.